السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام مالك لتلميذه الشافعي: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهذا أحبتي مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول ابن القيم رحمه الله: عندما يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل. وكلما كان الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتم عليه هذا النور وهذا الفرقان الذي يفرق به بين الحق وبين الباطل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. فلذلك هذا نور كبير من الله سبحانه وتعالى، وهذا كان عهدنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك سمي الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.